إذن أيها الأخوة المشاهدين، مستمرين معكم عبر تي في بازيدان لتغطية الأحداث الرياضية الثقافية والاجتماعية. اليوم بتغطيتنا لحفل زفاف الشاب شاهر المنعمي. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف الأستاذ أو النقيب ياسر الشريف، أحد الحاضرين والمتواجدين في هذه الليلة. بداية أستاذ ياسر، أرحب بك ونوسع عليك عبر على تي في بازيدان. يا مرحبا بكم وشرفتونا، وهذه الساعة مباركة تحيونا وجونا عندنا في زواج شاهر أخونا شاهر المنعمي. ياسر، ليلة مثالية، ليلة زفاف الشاب اللي هو شاهر المنعمي، حفل زفافه ودخوله للقفص الذهبي، مستغلا هذه الوقفة، شعورك وأنت اليوم تحضر، شعورك وأنت اليوم تشارك العريس والمحتفى به شاهر فرحته في ليلة زفافه وليلة عمره. هذا الشيء يشرفني أني أنا أول شيء أحضر على زواج أخوي شاهر، ويسعدني وما أقدر أقول الكلمات، ما أقدر تعبر على عن شعوري ما بداخلي، لكن الله يوفقه إن شاء الله وحياة سعيدة إن شاء الله بإذن الله. شاهر يحتاج إلى نصائح، يحتاج إلى كلمات لأخذها مثال يحتذي به في القادم من مسيرته وفي القادم من حياته، خصوصا وبالتحديد من الذين سبقوه في الدرب. إيش اللي يحتاجه خصوصا في هذه الليلة وفي ليلة زفافه؟ إيش الكلمات اللي يحتاجها عريسنا الغالي ياسر أو شاهر؟ إنه إن شاء الله يهتم في نفسه، بهذه بداية جديدة، بداية حياة جديدة، لازم يفصل عن العزوبية، عن فترة الزواج، يكون مهتم في بأهله أكثر، وإن شاء الله تمشي أموره إن شاء الله. ما كلنا مرينا بالمرحلة هذه الانتقالية على قولهم. بإذن الله، بما تنصح شاهر؟ والله أنصح إن شاء الله إنه يكون ماخذ الزواج إنه بيته الأول والأخير، وإنه يهتم في أسرته ويحافظ على صلواته طبعا قبل كل شيء، والله يسعد إن شاء الله. بإذن الله، شاكرين لك تواجدك معنا عبر تي في بازيدان. كلمة أخيرة تنهي بها اللقاء؟ أقول الله يوفق إن شاء الله وحياة سعيدة، ومن حياة لحياة إن شاء الله، وتشرفنا فيكم طبعا قبل كل شيء يعني.